في تحديث تسرب من اللعبة نفسها، تسريبات لا نهاية عن التحديث الجديد. التحديث الجديد ممتاز ورائع، جهزوا نفسكم للأفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعنا لكم في جديد، بس قبل ما نبدأ المقطع لا انسى تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات وتحط لايك. طيب اليوم مقطعنا عن التحديث الجديد. يب التحديث الجديد، بتقول كيف عرفت انه في تحديث وكيف وقبل شوي كان في تحديث جديد، كيف بيصير تحديث في نفس الوقت قريب لهذا التحديث اللي اجا؟ بقول لك كيف، اصبر ركز معي، بس قبل ما نبدا حط لايك اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وخلينا نبدا. يلا شباب الهدف، لا تنسوا الهدف 3000 مشترك، لا تنسوها ابدا. طيب كلنا نعرف انه في ستار بارك، وهذا الستار بارك كل يوم يصير تحديث جديد في الستار بارك يبين لنا انه هذا الشيء كان موجود. يعني تخيل انه فيديو الستار بارك هذا فيديو المستقبل، يب وده في تحديث قادم جاي، بتشوف الاشياء الدلائل اللي انت كنت ما شفتها قبل بتشوفها في الفيديو حق الستار بارك. واو منصدم انا من هذا الشيء، ما اعرف كيف، يعني هل اللعبه خططت لهذه الاشياء من قبل؟ اكتب لي تحت التعليقات، ابغى اشوف رايكم، والله العظيم تعليقاتكم تعجبني. طيب فاول شيء يا اخوان، طيب الان حان اني وقت اني اكلمكم عن التحديث، بس قبل ما نتكلم عن التحديث لازم تعرفوا انه هذه القناه قناه بروساز الثانيه، وتعتبر شبه مرعبه اوكي، لانه هذه القناه لما صلحوا الستار بارك صلحوا هذه القناه، ولما صلحوا هذه القناه ما رسلوا فيها اي فيديو غير بث له 7 شهور لما الان شغال. لما كان اول ما رسلوه كان يكشف اسرار كده، يكشف ابطال جدد، يجيب جاجتات، يكشف عن الجاجتات، مثلا يقول لك كرو جاجت حق كرو كذا بالسر، يعني انت لازم تفهم من نفسك اوكي. وفي ايام يكشف مثلا اغاني البروسس، تيجي الاغنيه حق بروسس التحديث الجديد، فالناس اكيد تخمن في عقلها تقول اوكي هذه الاغنيه الجديده للبرول تاز، انت ذاك تعرف الاشياء اوكي. لكن كذا يوم من الايام سكتت اللعبه اوكي، البث المباشر سكت وما تكلم اي كلمه، بس كان يقول كلمه This is normal. This is normal. Okay. We already told you. ولو كنت حاب تجيب الرابط حق البث المباشر ما راح تلقاه ابدا الا في هذا المكان، تدخل البلاي ستور او اب ستور للايفون او الاندرويد، تدخل اللعبه بعدين تنزل لاخر شيء في رابط بتحصلوه عليه علامه تعجب اللي تشوفونها الان، هذا اول ما تدخله بيدخلك على قناتهم السريه اوكي، وهذا الشيء مره ممتاز، وهكذا الطريقه اللي تجيب فيها القناه حقتهم. طيب الان بتبدا وتقول ايش دخل هذا الموضوع بالتحديد عن التحديث اللي انت تقول عليه انه بيجي؟ اوكي في هذا البث المباشر زي ما قلنا كان يقول This is normal لكذا تقريبا شهر او شهرين، بس بعدين فجأة في هذه الايام قبل يومين على ما اعتقد هذا الحدث واجوا وشوفوا ايش صار اوكي. اوكي زي ما شفتوا ايش اللي صار الان، فجأة علق البث، بعدين اجا لون الانذار او صفارة الانذار هذه اجت والمكان طفى ولصى. طيب بتقول كمان هذا ما يشير على انه في تحديث، طيب في كمان شيء يشير على التحديث، ابغاكم تركزوا دائما اشتركوا في هذه القناه لانها فعاله بتفيدكم، بتعرف التحديثات بتفهموا اكثر، وتابعوا قناتي حط لايك اشتركوا في القناه عشان تعرفوا اكثر عن التحديثات هذه. بس ما كملنا، لا يا حبيبي ما كملنا الى الان، في شيء كمان انه لم تعرفوا انه في بروسس في زي ما قلنا ريان خلاص راح يودع وبتدخل بداله مانجا بنت واللي كانت تلبس نفس ثياب جيسي، دخلت اسمها باول على ما اعتقد، اسمها صعب شويه لكن المهم هذه البنت دخلت معاهم، خلاص ريان بيروح الى مستوى اخر في اللعبه، هي بتشيل مكانه وبتكون مع فرانك وابو شعرات وهي اوكي. هذا شيء ممتاز، بتقول هذا كمان ما يشير انه في تحديث جديد، ما يروي انه في علامه انه راح يصير تحديث جديد، لا الان راح اقول لك الصدمه، شوف بنفسك هذا الشيء.
طيب زي ما سمعتوا كان في صوت جيسي وتقول هل اقدر ادخل، وكان في صوت وهي تدق الباب بعدين تقول في هل في حد، هل اقدر ادخل، هذا الشيء اللي كانت تقوله. طيب بتقول شغل عقلك شوي، بتقول ما له علاقه في الموضوع، لا له علاقه. زي ما انتم تعرفوا المانجر الجديد اللي بدل ريان البنت هذه كانت تلبس ثياب جيسي، هذا الدليل واضح. وكمان البنت اللي كانت في كانت نفس صوت جيسي. في ناس يقول هذه ميو جيسي، لا اقول لكم صدقوا انه هذه جيسي، واضح انه كانت جيسي وتقول هل اقدر ادخل. وكمان هذه يبين انه نفس البنت اللي كانت اللي راح تصير المانجر الان، تقول هل اقدر ادخل معاكم، تسال ريان وفرانك. انا هكذا تحليلاتي، اكتبوا لي تحت التعليقات تحليلاتكم، وان شاء الله المقطع عجبكم. اذا عجبكم المقطع حطوا لايك، شاركوا في القناه وفعل جرس التنبيهات، واكتبوا تعليقات حلوه لانه هذا رمضان شهر الخير والغفران. يلا استغفركم الله واتوب اليه.